لو كتبت على جوجل كلمة الصحافة الصفراء تظهر لك التعريف بتاعها إن هي صحافة غير مهنية تعتمد على التشويه وتعتمد على الفضائح علشان خاطر تبيع أكتر في المجلات والكلام ده. لو دورت بقى على الواقع اللي إحنا عايشينه هتلاقي إن في اسم رياضي موجود وبين الصحافة الصفراء اللي كانت موجودة عبر الصحافة العادية والورق والمطبوعات لصحافة بقت موجودة على يوتيوب وهي نشر أخبار فيستك، التشهير بناس لمجرد بس إن هي تلم فولورز ولايكات، وكل ده بينطبق تحت اسم الكب الكبير الا وهو انكل ابو المعاطي زكي ملك الصحافه الصفراء واليوتيوب الاصفر مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا انا عارف ان انت هتقول لي انت كل الكلام اللي انت بتقوله ده علشان خاطر انكل ابو المعاطي زكي قال ان هو اهلاوي، موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم. يا اسطى مبدئيا انا اهلاوي وانا عارف ان المعاطي زكي لا هو اهلاوي ولا هو زملكاوي ولا هو اي حاجه خالص، وهم حاجه بالنسبه له ان هو يقول الكلام اللي بيرضي الناس ويقول الكلام اللي فيه مبالغات وتشهير بفضائح زي ما اتكلمنا في البدايه علشان خاطر دي حاجه بيتميز بيها السيد ابو المعاطي زكي. هتقول انت بتقول كده ليه؟ اقول لك في 2006 انتشر مقال للسيد ابو المعاطي زكي كان بيهاجم فيه عماد متعب ويقول ان هو على علاقه بفنانه اغراء، وعماد متعب عمل ان هو مش سامع وكبر للموضوع فتره. بعد كده لقى ان هو منزل كمان خبر ومنزل مقاله على ان عماد متعب هيعمل عمليه وعمليه مثيره جدا وعمليه هتكون في منطقه حساسه، فعماد متعب قال لك بس انا لازم ارفع قضيه على الصحفي ده والموضوع كده زياده عن حده. فعلا كابتن عماد متعب رفع قضيه على ابو المعاطي زكي وقتها وكسب القضيه، وابو المعاطي زكي اتكلف 25000 جنيه بسبب السب والقذف. اسكت بقى ابو المعاطي، لا انا اشوف مين اللي موجود في البلد دي ومين عليه سبوت كتير واتخانق معاه زي ما بيعمل دلوقتي كده. بس ساعتها لقى مين مجلس الاداره اللي كان موجود اللي هو يتخانق معاه؟ مش الزمالك لان هو راجل اهلاوي مخلص، لا ده لقى كابتن حسن حمدي ومجلس اداره كابتن حسن حمدي، وقعد تقطيع في كابتن حسن حمدي زي ما تحب تقول قول، لحد ما كابتن حسن حمدي زهق وراح برده رفع عليه قضيه سب وقذف. وللاسف الشديد ابو المعاطي نجا من سجن فيها 6 شهور والكلام ده. ده معناه ايه؟ ان ابو المعاطي زكي ما كانش اهلاوي، لا هو الفتره دي ابو المعاطي زكي كان بيدور على اي حاجه علشان خاطر يتشير بيها. دلوقتي برضو النهارده سمعت جمله غريبه قوي اللي هو كابتن مدحت شلبي كان البرنامج بتاعه فاشل، وهو المعاطي زكي بما انه كان رئيس تحرير برنامج مساء الانوار هو اللي لعلع البرنامج ده. بقى مره تاني بما ان البرنامج كان معروف ان ثلاث ارباع اخباره فيستك وكان بتعتمد على الكاريزما الغير طبيعيه للمقدم بتاعه الا وهو كابتن مدحت شلبي، يعني حضرتك شغلك او شغل الناس اللي كانت موجوده معاه ملاش اي 60 قيمه. هو كابتن مدحت كان شغال بكاريزمته وكان شغال بعيد، يا نصر ظبط يا نصر اعمل يا نصر، ده اللي كان موجود. انما لا شغل رئيس تحرير كان باين ولا شغل فيستك كان باين. بمناسبه انك لما اشتغلت لوحدك وحبيت انك تكون اعلامي كنت اعلامي سيء جدا في ال تي سي وما لقيتش اي حاجه تتكلم فيها، اخبارك ثلاث ارباعها كانت فيستك وما كانش ليك اي مصداقيه في اي حاجه كنت بتقولها، لان احنا زي ما بنقول انت مبدأك في الحياه شويه صحافه صفراء نقيناها نقلناها من الصحافه حطيناها على ال تي سي لغرض ما. المستشار معتمد منصور كان مخنوق من ثلاث ارباع الناس اللي شغاله في ال دي سي منهم كابتن خالد المندور اللي كان بيعيد ابو المعاطي زكي للحياه تاني بعد ما مدحت شلبي ما مشى من البرنامج بتاعه، بقى هو كابتن خالد المندور هو الصديق الصدوق لابو المعاطي زكي وكان بيطلعه معاه كل يوم في ال تي سي زي ما كان بيطلع كابتن رضا عبد العال في البرنامج بتاعه. فالراجل كان علاقه صداقه قويه جدا ما بينه وبين كابتن خالد المندور. فجاه كده مره واحده هو شاف ان التارجت اللي انا كنت خالد الغندور بنتفق معاه فيه الا وهو الهجوم على مرتضى منصور خالد الغندور كبس له وخلاه هو يكمل لوحده. وده بالظبط لابو المعاطي زكي يدور على حليف جديد ومنتصر جديد معاه في المعركه اللي هم داخلينها ضد مرتضى منصور. مين؟ ايوه هو كابتن عبد الناصر زيدان اللي انت كنت بتقعد تسمع البرنامج بتاعه علشان خاطر نبره الصوت بتاعه وتقول سبحان الله سبحان الله على الحاجات الكتيره قوي اللي احنا موجودين فيها في الحياه. وقعدنا برضه نسمع الكلام ده وكابتن عبد الناصر زيدان فجاه مره واحده بقى برضه مناضل وبرضه بيشتم مرتضى منصور. الموضوع مش موضوع شتيمه مرتضى لان في قناه على يوتيوب موجوده حرفيا هي شتيمه المستشار مرتضى منصور، وبسم الله ما شاء الله القناه قربت تكمل ال 100000. القناه مش موجوده بس غير ان هي تهاجم المستشار مرتضى منصور غالبا كده ساعتها عارف التي تهاجم مرتضى تنجح. ده بالظبط اللي ابو المعاطي زكي يكمل فيه. ابو المعاطي زكي لما دخل مع مرتضى منصور في الخناقه الاشهر وكل الكلام ده والشتيمه اللي كانوا بيشتموها لبعض في 2018 وشفنا الالفاظ الناميه من انكل ابو المعاطي قعدنا نقول بس الراجل ده هياخد التارجت اللي جاي مرتضى منصور، ولسه لحد دلوقتي واخد مرتضى غسيل ومكوى. وطبعا لما خد مرتضى وقف في صف الاهلي، هل عشان هو بيحب الاهلي؟ لا، عشان عنده مشاكل كتيره مع مرتضى يا صديقي الصدوق. طيب لما الاهلي كان عنده مشاكل مع تركي الشيخ كان واقف في طرف مين؟ مين كان بيدفع اكتر؟ بالظبط كان واقف مع تركي الشيخ وكان شايف ان تركي الشيخ مظلوم وان تركي الشيخ يا جماعه
كده مش هينفع. ولما رجع تركي الشيخ بيتصالح مع اداره الاهلي، يا عمي انا بحب اداره الاهلي وانا اهلاوي وانا طول عمري اهلاوي، وتقعد تسمع منه بقى على شويه انفرادات وشويه اخبار. يا راجل ده حتى اخر فيديو ليه اللي هو كاتبه بالطلبات لنيه فايلر، الكلام ده انا قريب 2018 بطلبات مارتينيول، اللي هو تعرف على طلبات مارتينيول والصفقات اللي الاهلي هيجيب، ده بالظبط اللي انا قريب 2018 في نجم الجماهير، اللي هو يا اسطى ايه ده يعني. سيبك من ان انت بتنقل صحافه صفراء، وان انت بتنقل شويه هبد، وان انت بتنقل شويه فضايح، وبتعتمد في المقام الاول على الفضايح. ولو انت ناسي روح شوف المقالات بتاعتك على الجميله والراجل المشهور واللي فجاه لقى واحده جميله متجوزها واحد شغال عنده او واحد شغال في المكتب بتاعه، فراح قال له طلقها طالما انت اتجوزتها علشان خاطر انت شغال هنا انا همشيك. ومقالات او المعارض دي كنت تحس فيها كمية هبد كتير قوي، يعني راجل منيو بسم الله ما شاء الله، واخد نغمة الهبد اسلوب حياة. فبعد ما خد النغمة دي، هل انت دلوقتي بتصدق بمعطى زكي كل الكلام اللي هو بيتكلم فيه على مصداقيته وعلى ان هو اهلاوي وبيحب النادي والاخبار اللي هو بيطلع يقولها، وبيطلع كمان يقول لك تفاصيل التفاصيل واجتماعات الاجتماعات اللي هو ده لو بمعطى زكي كان قاعد وسطيهم ما كانش عارف الكلام ده كله. بس عادي انا هقول لك ايه، هو الراجل عارف هو بيبيع المنتج لناس عامله ازاي، هو الراجل عارف ان انا التارجت بتاعي من 18 ل 25، غير كده هيقعدوا يفكروا وهيعرفوا ان انا شغال بس اكل عيش على ان انا عمال اشتم في مرتضى منصور وعمال اسخف في مرتضى وعمال اسخف في امير وعمال احترم واقف تقديرا لاي حد بيشتم مرتضى، لان زي ما قلت لك هي الفكره فكره واحده بس، انحياز لطرف عن طرف علشان خاطر تكمل تارجت الصحافه الصفراء، ان انت بتنحاز لطرف عن طرف وبتحاول ان انت تنشر فضايح قد ما كانت، بتحاول ان انت تنشر عناوين مثيره قد ما كانت علشان خاطر الراجل واخد التيبيكال بتاع التعريف بتاع الصحافه الصفراء من على ويكيديا، واخدها وبيطبقه معانا في الحياه موجوده على يوتيوب. بس هقول لك ايه، ناس كتيره قوي ساعدت على ان هو ينتشر، وناس كتيره قوي ساعدت على ان هو يكون موجود بالطريقه اللي هو فيها، وان هو كمان يحاول يقنعنا بمقلب دمه تقيل، ويحاول كمان ان هو يقول للمذيعه انا ممكن اقدم لك الحلقه اللي انت عايزاها، لو عايزين نقدم حلقه ضرب نار ونقعد نشتم في الناس ما عنديش اي مشكله، لو عايزين نقدم حلقه هاديه وبسيطه ما عنديش المشكله. وده معناه ان الراجل ده بسم الله ما شاء الله ما عندوش اي مبدا ولا عنده اي حاجه، بس انا مش متفاجئ لان انا عارف المعاطي من زمان. انت بقى لسه ما تعرفنيش، دي مش مشكلتي، لان انت مش تعمل لايك ولا تعمل سبسكرايب علشان خاطر غالبا مش هتكون كملت معايا السبع دقايق دول، لان الموضوع معروف بالنسبه لك ان انت ممكن تقعد تسمع هبدا انكر المعاطي والتفاصيل التفاصيل اللي بيدخلها لك واي حاجه بيفتحها لك، وما تقعدش تسمع اخوك لانه ما عندوش معلومات وما عندوش هبدات وما عندوش شويه صحافه صفراء بيحاول يوصلها لك. بس هي الحياه كده يا صديقي، الناس بتعرف توصل وبتعرف تاكل عيش على قفا ناس.